فالله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تلاوة خاشعة، ترتيل وتجويد، وفي ذلك تنافس المتنافسون في إطار مسابقة وطنية في حفظ القرآن الكريم في دورتها الأولى بمدينة قصر هلال، حيث شارك فيها حوالي 200 مشارك بين رجال وأطفال ونساء. مجموعة من مختلف الجمهورية، فمش كون جانا من قفصة، فمش كون جانا من منوبة، معناها بالحق حاجة تشرف. بالحق نشوفوا زاد العدد، ما نشوفوا عندنا 64 نساء معناها من حافظين لكتاب الله، عندنا منهم خمسه حافظين 60 حزب ما شاء الله، معناها فهمت. جاءوا من مختلف الجهات والأعمار، زادهم قرآن، بذلوا من وقتهم لأجل حفظه، وبينهم من تفرغ له كليا ومن اتخذه تحديا ومسيرة حياة إلى جانب الدراسة. الحمد لله أن من علي ربي سبحانه يعني بحفظ كامل القرآن الكريم، وهذا فضل ربي علي ثم فضل والدي وشيخي. زاد حفظ في القرآن من عمر 56 عام، قعدت تقريبا ست سنين مش حفظته، خذيت الإجازة بعد يمكن 7 سنين. نخدم شؤون داري وقائمة بشؤون داري الكل، والقرآن زاد معناها ما نسلمش فيه. أحسن إنجاز عملته في حياتي، وكنت نحلم به، وربي قاعد يحقق لي فيه بشوية بشوية، أني نحفظ القرآن. ماما تعلمني وتشد عليا، وساعات نشد القرآن يزيدوا علموني. 5 سنوات نحفظ، من اليوم 3 سنوات. من أني صغير كنت نشوف أقراني كيفاش يحفظوا في القرآن، ودخلت الجمعية القرآنية المحلية بقصر هلال. حسيت الفرق بين أني كنت ما نحفظش، وليت قلت روحي حتى في المواد اللي أني نقرأ فيها في القراية متاعي سهلت. في المعيار عندنا 50 نقطة على الحفظ، 35 نقطة على التجويد ومخارج الحروف، 10 نقاط على حسن الأداء والصوت، و5 نقاط على حضور الطالب والخشوع متاعه وكذا. باش نعملوا معيار ب90 نقطة على 100، خاطر العدد على 100، اللي باش يفوت 90 كل فايزي. مسابقة من تنظيم الرابطة المحلية لحفظ القرآن الكريم بقصر هلال عادت بعد انقطاع لسنوات، لكنها تخلت عن صبغتها المحلية لتكتسي صبغة وطنية، على أن يتم تكريم الفائزين فيها ليلة 27 من رمضان بالجامع الكبير بقصر هلال.